جمعهم النزوح بعد ان فرقتهم الحرب وفي كل صباح يلتقون هنا حيث يستعرضون في هذه الجدران اسماءهم في قوائم المعونات وتقول تقارير امميه انها بلغت مليارات من الدولارات صرفت من اجل سد حاجه النازحين والمتضررين في محافظه الحديده تمرُّ أشهر وما زالت المعونات بعيدة عن متناول المستحقين لها، كما يقول هؤلاء الذين سقطت أسماؤهم أو ربما أُسقطت بعد أن استحوذت ميليشيات الحوثي على معونات المنظّمات العاملة في محيط سيطرتهم في الحديدة عبر إنشاء العديد من المؤسسات المحلية الوهمية كشركاء منفذين للمشاريع الخاصة بالمنظمات الدولية نازح من لا للحديدة من الحديدة لهنا والحد الآن لشهر ولا حد صرف شيء ولا حد استقبلنا لا لا بولي ولا اي حاجه ولا مواد غذائيه ولا صرفوا لي بيس ولا مرات اي حاجه اسجل ثلاث مرات ولا حد جاوبنا الأيام القليلة الماضية تحديداً شهدت نوعاً من تصاعد الخطاب الأممي عن مصير 51 ألف طن متري من القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر وقد صارت عرضة للتلف فيما الشواهد الميدانية تحكي عن تعرض هذه المعونات لنهب منظم من قبل ميليشيا الحوثي إبان سيطرتها على هذه الصوامع وإحراقها أكثر من مرة قبل أن تغادرها في سبتمبر من العام الماضي هذه الصورة وغيرها تؤكد أحقية مئات وربما الآلاف المتضررين بالتساؤلات الدائمة أين ومتى وكيف يتم صرف هذه المعونات التي لم تعد تصل من أجل المحتاجين، بل صارت بابًا من أبواب ثراء الجماعة الانقلابية واستمرارها في هذا العبث كما يقول الكثيرون هنا برعاية أممية.